أحبت الأغنام والأرانب فأعطتهم وقتها وجهدها في تربيتهم إلى أن أصبح لرتيبة الأخرس مشروعها الخاص بمردود مالي تعيل فيه عائلتها في قطاع غزة. مزرعتها الخاصة تدعم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان لتعزيز مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يمكن لتربية الحيوانات في المزارع أن تكون فعالة بشكل خاص في الحد من الجوع والفقر، ومن خلال هذه المزرعة تسد رتيبة احتياجات أهالي القطاع من اللحوم. أريج الشوة التقت برتيبة الأخرس في مزرعتها. رتيبة الأخرس من بيت حانون شمال قطاع غزة اختارت مشروعها الخاص بناء على رغبتها في توفير مصدر دخل لعائلتها، فساعدها حبها للأرانب على إنشاء مزرعتها الصغيرة لتربية الأرانب والأغنام وتقديم الرعاية الكاملة لهم. مشروعي هو مزرعة لتربية الأرانب اللاحمة، بكاثر الأرانب وبخليهم ينتجوا ليكبروا ويصيروا أرانب لحم، وبنزلهم على السوق بعرضهم للبيع بسعر يعني الكيلو. فكرة مزرعة الأرانب أجتني، أنا أجيت في البيئة هنا لقيت الناس بتتجه للحم، يعني بيحبوا أكل اللحم، فاستوحيت من أول شهر إني أتجه للإنتاج الحيواني. بجانب مزرعة الأرانب طورت المشروع، فجبت كم راس غنم، كذا راس يعني ست أغنام، وطورت وبلشت في تربيتهم وأنتجوا عندي أغنام صغيرة لحد ما إجت حرب 2021. المنطقة تعرضت للقصف، أبدوها يعني اليهود، فخسرت كل إشي، مزرعة الأرانب والأغنام. فأنا كوني رياضية وضمن منطقة منتدى غزة للزراعة الحضرية دعمتني، أنا مشاركة فيه ودعمتني، عوضتني بمبلغ مالي جبت فيها الأقفاص والأرانب، يعني عدد من الأرواح يعني مش زي المكان اللي زي قبل. هذا المشروع واجهت تحديات كتير، أولها الحصار، فهذا أول شغلة صعبة عندي، ارتفاع أسعار الأعلام. تاني حاجة الحروب، كل ما أقوم بالمشروع تيجي حرب بتدمره. طبعا الأرانب بدها نوع من الاستقرار، ما بدهاش صوت كتير، حتى لو ما انقصف المكان الصوت بيأثر عليهم، ممكن يموتوا فجأة. ثالث حاجة الأمراض، الأمراض المعدية إذا انتشرت في المكان ممكن كل المزرعة تقضى عليها. طموحي إني أرجع أطور مشروع من جديد، حدا يساعدني إني أرجع بالمزرعة من زي زمان، يعني أرجع أزيد عدد الأرانب وأرجع أجيب أغنام أربي أغنام، لأنه لقيت المتعة في التربية.